أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين وتتابعون في أبرز العناوين. على وقع استمرار الاشتباكات بين القوات التركية والمقاتلين الكرد في محيط عفرين، تركيا توسع جبهة استهدافاتها شرقا وصولا إلى منبج. أنقرة لواشنطن إنشاء منطقة آمنة بدلا من عملية عفرين ليس خيارا، ويجب وقف دعم الإرهابيين لتجنب اشتباك أمريكي تركي في سوريا. انطلاق محادثات فيينا بلقاء بين الجعفر وديمستورا. موسكو تتهم واشنطن بالعمل على تفتيت سوريا وتؤكد مشاركة 1600 في مؤتمر سوتشي. نعلن أن غزة منطقة منكوبة إنسانيا. المؤسسات الخيرية في غزة تناشد العالم إنقاذ القطاع المحاصر وتؤكد أن الأطفال والمرضى معرضون للموت. وقوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم جنين بعد حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية. وتتابعون في الظهيرة أيضا للمرة الأولى استنساخ قردين في الصين، تساؤلات حول إعادة التجربة مع البشر. أهلا بكم. شنت الطائرات التركية اليوم سلسلة غارات جديدة على أهداف في محيط مدينة عفرين وفق مراسلنا. هذا وذكرت وسائل أعلام كردية أن قوات سوريا الديمقراطية قتلت 16 عنصرا من الجيش التركي والمسلحين الموالين له خلال اشتباكات أمس دارت بين الجانبين في محيط عفرين. هذا وعرضت وسائل أعلام كردية صورا للمعارك التي جرت في إعزاز على الحدود مع تركيا. إلى ذلك وسعت تركيا من جبهة استهدافاتها، وذكرت وسائل أعلام كردية أن الطائرات الحربية التركية والقوات التركية هاجمت منطقتي منبج وتل أبيض على الحدود الشمالية لسوريا مع تركيا، وحيث تتواجد قواعد عسكرية أمريكية. وذكرت هذه الوسائل أن القوات الجوية التركية وجهت ضربات لعدة منشآت لوحدات حماية الشعب في محيط بلدتي منبج وعريمة، حيث يتواجد جنود أمريكيون من ضمنهم مستشارون عسكريون، قتل منهم 2 بحسب وسائل إعلام محلية. الاشتباكات بين الجيش التركي ووحدات الحماية كانت قد تركزت أيضا في قرى تابعة لبلدة جندريس غرب عفرين بالتوازي مع استهداف أحياء في البلدة بالقصف. في المقابل تكتظ شوارع عفرين بالمتسوقين بالرغم من اشتعال الجبهات الحدودية. محمد الخضر والتفاصيل. نحن في بلدة جنديرس على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الغرب من عفرين وقرب الحدود السورية التركية. هناك ضغط تركي واضح على القرى والبلدات المحيطة بهذه البلدة والتابعة لبلدة جنديرس. هناك ضغط بالتحديد على قرية الحمام ودير بلوط، وحتى الآن نجحت الوحدات المدافعة بصد تلك المحاولات لإحداث الخرق على الأرض. اعتبار نقطة حدودية بين أقرب نقطة حدودية بين تركيا وسوريا هي حماة، ودير بلوط أيضا تقع في الحدود الجنوبية لمنطقة إدلب، وهي المنطقة الفاصلة بيننا وبينهم. لم يتقدموا أي خطوة واحدة، فقط لم يستطيعوا أن يتقدموا خطوة واحدة بسبب بسالة قواتنا من وحدات قوات الحماية الشعبية من يابهجة واليابهجة، والذي أبدوا دفاعات قوية جدا وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. في أحياء جنديرس هناك حالة من فرض حظر التجوال الإرادي الذي اتخذه المدنيون في ظل خوفهم من القصف والاستهداف المباشر دون تمييز بين مواقع عسكرية أو أسواق وأحياء مدنية. طبعا في استهداف للمدنيين، في استهداف للمنشآت المدنية، للقطاع الخاص. أنا شفت عينك شوارع كلها ما في مقرات عسكرية، ما في والله أنه مثلا موقع عسكري استهدفه، لا كلنا مدنيين وكلنا أولادنا وأهلنا وما في حدا غريب. داخل عفرين تبدو الحياة طبيعية للغاية، حركة سيارات مزدحمة واصطفاف للمواطنين في الأسواق المتعلقة بالمواد الغذائية. لا دلائل تشير إلى حركة نزوح كبيرة، ربما باستثناء التحركات من المناطق المشتعلة وخصوصا في جنديرس وراجو باتجاه المناطق الآمنة. نحن صامدين صامدين صامدين، والحياة الطبيعية عنا وما راح نتنازل وما راح نطلع من عفرين. هاي أنا بجاي عم أخذ الخبز والحياة مستمرة بشكل طبيعي. كمدنية في كذا شهيد من جنديرس ومن جميع النواحي في عفرين وفي منطقة عفرين، وبيضل شعب صامد والحمد لله ما حدا نزح وكل الشعب بارك في بيوته.
غارات الطيران التركي استهدفت قرى تابعة لمناطق شيراوا وجنديرس وراجو، فيما توقفت محطة الكهرباء في سد ميدانكي من جراء التدمير. محمد الخضر من جنديرس غربي عفرين الميادين. إلى ذلك أعلن ما يسمى مجموعة المقاتلين الأمميين التابعة لقوات سوريا الديمقراطية توجه إلى عفرين لصد هجوم الجيش التركي. المقاتلون وفي بيان على موقع فيسبوك أعلنوا أنهم قادمون من ألمانيا والصين وأمريكا وبريطانيا، وأكدوا أنهم كما قاتلوا داعش وهزموه سيهزمون الجيش التركي الذي وصفوه بالفاشي. واتهمت قوات سوريا الديمقراطية تركيا بتجنيد اللاجئين السوريين للقتال مع جيشها. وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت إحباط هجوم للجيش التركي على قرية عبيدان الحدودية في ناحية بلبلة وكبدوه خسائر فادحة، في حين تدور الاشتباكات الآن في محيط قرية حمام بجنديرس. وينضم إلينا في الاستديو مراسل ميادين رضا الباشا. زميل رضا، أهلا بك. حتى نفهم يعني ميدانيا ما الذي يحصل، بربما توصيف بسيط وشرح بسيط، ما الذي يحدث الآن في منطقة عفرين بين القوات التركية وأيضا قوات سوريا الديمقراطية؟ نعم، وفعلا يمكن أن نتحدث عن قصف مدفعي إضافة إلى قصف الطيران منذ صباح هذا اليوم حتى هذه الساعات. جبهات القتال الأربعة التي كانت معروفة هي الجبهة الشرقية والشمالية الشرقية عند بلدة بلبل، إضافة إلى جبهة راجو في الشمال الغربي وجندرس في الغرب. هذه الجبهات منذ مساء يوم البارحة حتى هذا اليوم لم تشهد قتال ميداني أو اشتباك بين القوات المتقاتلة، سواء من مسلحي درع الفرات الذين تستخدمهم تركيا كقوة مشاة من أجل التقدم إلى عفرين، أو وحدات حماية الشعب التي تدافع عن عفرين وتمنع دخول درع الفرات لهذه المناطق. التركيز هو تركيز قصف مدفعي وطيران، ركز على قصف قرية الحمامة وعمارة، وإضافة إزاعة الخليل في الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة عفرين، إضافة إلى قصف ديوة والحمام التابعتين لمنطقة جنديرس. هذا القصف لربما يعود أسبابه أولا إلى حالة الطقس في هذه المنطقة التي لا تسمح لربما إلى لتقدم القوات أو لاشتباك مباشر بين القوات، لذلك يعمل الجيش التركي على الحفاظ على الجبهة مشتعلة، أي أن الجبهة تبقى في حالة تمهيد ناري تمهيدا لربما لتحسن ظروف الطقس من جهة، إضافة إلى فشل الأيام الماضية منذ 5 أيام تقريبا من عمر هذه العملية العسكرية. لم يتمكن الجيش التركي ولم تتمكن الفصائل المسلحة بمختلف أنواعها من التركستان إضافة إلى الشيشان الذين يساندون أيضا الجيش التركي لم يتمكنوا من التقدم على جبهات مدينة عفرين. لربما نحن الآن أمام إعادة ترتيب الأوراق لدى التركي، إعادة دراسة الجبهة بشكل يمكن لربما من التقدم في الأيام القادمة. ولكن حتى هذه اللحظة يمكن أن نتحدث بأن هذه العملية العسكرية للجيش التركي والفصائل المسلحة من درع الفرات، جنود أجناد القوقاز وإضافة إلى المقاتلين الشيشان، سجلت فشلا حتى هذه اللحظة. هل يمكن الحديث رضا عن عوامل فشل على اعتبار بأن يعني الجيش التركي معه أيضا مقاتلين سوريين من فصائل مختلفة؟ نعم، نتحدث أولا عن العامل الجغرافي الذي يساعد وحدات حماية الشعب الكردي لحماية الشعب على التصدي للجيش التركي والفصائل المسلحة. نتحدث عن معرفة المقاتلين الكرد، هم على الأقل إذا ما أردنا أن نتحدث عن الوافدين، المقاتلين الوافدين من وحدات حماية الشعب إلى عفرين من حزب البيكيكي من جبال قندين، على الأقل هم يقيمون في هذه المنطقة منذ 7 سنوات، أي منذ عام 2011، أي خبروا هذه المنطقة بشكل جيد، يعرفون تفاصيلها، يعرفون المناطق الجغرافية، إضافة إلى خبرتهم القتالية والخبرات القتالية لدى مقاتلي البيكيكي في القتال الجبلي في جبال قنديل أو حتى في المنطقة الفاصلة بين إيران وتركيا، أيضا ينتشرون هؤلاء ويقاتلون منذ سنوات، أي لديهم خبرة قتالية في هذه المنطقة. هذا من جانب. من جانب آخر، تنوع الفصائل المسلحة التي تقاتل الجانب التركي لا تعتبر هي عامل إيجابي بقدر ما تعتبر لربما عامل سلبي، عدم الانسجام هذه الفصائل فيما بينها. مثلا الجبهة الغربية لمدينة عفرين، عندما نتحدث عن قتال أجناد القوقاز إلى جانب لواء
لواء التركمان أو لواء السلطان مراد هي المرة الأولى التي يقاتلون إلى جانب بعضهم البعض في هذه الجبهات. هذا أيضا يعطي عامل إيجابي لوحدات حماية الشعب من أجل التصدي لهؤلاء المسلحين. من جهة أخرى افتقادهم للحاضنة الشعبية، أي عدم وجود أي حاضنة شعبية في هذه المنطقة، والغطاء النباتي الذي يؤمن لوحدات حماية الشعب عامل حماية من القصف الطيران أو حتى من القصف المدفعي التركي لهذه المناطق. أشكرك كل الشكر زميل رضا الباشا مراسل ميادين على كل هذه المعلومات التي أردفتنا بها. إلى ذلك قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ أن إنشاء منطقة آمنة بدلا من عملية عفرين في سوريا ليس خيارا، مشددا على أنه إذا كانت أمريكا تريد تجنب اشتباك محتمل مع تركيا في سوريا فعليها أن تتوقف عن دعم الإرهابيين. رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم لفت بدوره إلى أن أنقرة تحتاج لاستعادة الثقة بواشنطن، وأكد أنه لا يمكن قبول قيام دولة تتعاون مع تركيا في الناتو منذ سنوات بدعم كيانات مسلحة تستهدف حدود الناتو. وينضم إلينا من اسطنبول الكاتب والباحث في الشؤون السياسية أستاذ فراس رضوان أغلو. أهلا بك أستاذ فراس، كيف نفهم ما يحصل ربما من سجال وأيضا موقف تركي من ما تسميه دعم أمريكي للأكراد في سوريا؟ ما حدود هذا السجال الأمريكي التركي؟ يمكن وصف أن هذا السجال هو حقيقة ليس بالجيد، يعني هناك توتر بين كلا الطرفين، وهذا التوتر يعني بشكل عام لا أعتقد أن لديه نتائج إيجابية بشكل عام على تركيا كون الحليف الأكبر والأقوى في العالم والولايات المتحدة الأمريكية. لكن ربما هناك بعض التوافقات ولو بشكل بسيط، وإن كان ليس بالعلن حقيقة في مسألة عفرين تحديدا. الولايات المتحدة الأمريكية هناك ربما الخارجية تقلق وليست موافقة ربما على الحل العسكري، بينما البنتاغون كان موافقا نوعا ما وحتى ليس لديه اعتراضات في نسبة لمسألة في منطقة عفرين تحديدا. أعتقد أن السجال بين كلا الطرفين والمكالمة الأخيرة التي جرت بين الرئيس أردوغان والرئيس ترامب لم يؤكدا بشكل كبير على أن هناك تطابق في الأفكار في مسألة عفرين. ربما هناك ابتعاد، أنا ألاحظ أن هناك ابتعاد في الأفكار بين كلا الطرفين، فتركيا ترى أن هناك تهديد حقيقي كبير بالنسبة لها وأنها لم تجد الدعم الحقيقي منذ سنتين وليس الآن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الطلبات التي قدمتها الحكومة التركية هنا بإخراج القوات المسلحة الكردية الانفصالية في عفرين أيضا لم أحد يستجب له، بالذات هو الولايات المتحدة الأمريكية. ربما الخيار العسكري كان هو أعتقد أنه الخيار الأصعب أو الخيار الذي حشرت إليه تركيا بشكل كبير إلى تلك المنطقة، لكن الوفاق بين كلا الطرفين أي أمريكا وتركيا الآن ليس بالوفاق الجيد أعتقد من ناحية السياسية على الأقل. ما هي حدود هذا التوافق؟ يعني إذا ما أردنا أن نتوقف عندما قال هنا رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، قال إذا كانت أمريكا تريد تجنب اشتباك محتمل مع تركيا في سوريا فعليها أن تتوقف عن دعم الإرهابيين، هل هذا يعني بأنه قد يكون هناك اشتباك محتمل بين الطرفين؟ أعتقد أن هذا الاشتباك هو حقيقة مستبعد كثيرا، لكن الضغط التركي، أنا أقول أن هنا يوجد ضغط حقيقي من تركيا بأنها قادمة ومستمرة في العملية العسكرية، ولذلك هي طلبت منذ فترة وقبل قيام هذه العملية بأن لا يكون هناك أي خسائر محزنة كما وصفوها أو اشتباكات غير سليمة أو حزينة مع الروس أو مع حتى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن لا يوجد هناك في المنطقة قوات أمريكية، والقوات الروسية انسحبت إلى مناطق أخرى بالتوافق التكتيكي ممكن أن نسميه العسكري بين الأركان التركية والأركان الروسية. لذلك أعتقد هو من باب التصعيد الحقيقي بأن تركيا جادة جدا ولن تقف حقيقة مكتوفة الأيدي في الكوريدور الانفصالي. هذا الكوريدور يعني تقسيم سوريا، وبالتالي سيكون له تبعات كثيرة جدا في المنطقة، وهذا تركيا ترفضه جملة وتفصيلا. إذا استمر الموقف الأمريكي على ما هو عليه، ما هي الخيارات التركية؟
برأيي الشخصي أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستمر في هذا الموقف، هي ستتراجع، لأن هناك كثير من المصالح التي تربطها مع تركيا في هذه القضية، إضافة إلى أن هذه القضية ربما ستكلف تركيا أكثر، بأن ربما سيكون هناك تكتلات، إذا حسبنا على المدى القريب سيكون هناك تكتلات سياسية أكبر من قبل تركيا وطهران ودمشق وموسكو وحتى مناطق أخرى. أعتقد أن هذه خطأ تكتيكي من الولايات المتحدة الأمريكية، وربما ستتراجع، أنا أرى أنها ستتراجع وأقله على غرب الفرات. لكن لدى تركيا ملفات كثيرة تستطيع أن تضغط بها الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن هناك ملفات أمنية كثيرة تحتاج بها الولايات المتحدة الأمريكية. تركيا ربما من هذا السياق، إضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي أيضا يخشى من أي انزلاق في الأزمة السورية مرة أخرى وهجرات بشرية أخرى ستؤثر بشكل سلبي على الاتحاد الأوروبي، ولن تؤثر بشكل أو بآخر على أمريكا. لذلك أعتقد ربما سيكون تصاعد، لكن ستتراجع الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف. في سؤال أخير أستاذ فراس، بماذا تفسر حتى هذه اللحظة الفشل التركي في عملياتها العسكرية بالمعطيات الميدانية ربما حتى الآن؟ حسب خبراء عسكريون أتراك متواجدون هنا يقولون أن التقدم بطيء. نعم هناك تقدم بطيء وليس بالسريع، أعتقد لعدة أسباب، أولها الخشية من أي أخطاء بالأهداف التركية، أي يسقط مدنيين لأنها تحت عين الرقيب، الكل يراقب ما يحدث، إضافة إلى الأنفاق الكثيرة المتواجدة تحت الأرض والتي حفرت من قبل القوات الكردية الانفصالية، وأيضا هناك ربما تغطية ربما بالنسبة للجيش الحر، وهناك نوعا ما التنسيق الذي يحتاج الكثير بين كلا الطرفين، وأيضا آخر ما أقوله هو التجربة التي حصلت للجيش التركي في درع الفرات، وهناك تقريبا 72 شهيدا سقط فيها. طيب. لا تحاول تركيا ان تخسر نفس العدد في ربما في هذه الاشتباكات. اشكرك كل الشكر استاذ فراس رضوان اوغلو، وانت كاتب وباحث في الشؤون السياسيه، كنت معنا من اسطنبول. في المقابل وجهت العشائر العربية في محافظة الحسكة دعوة صريحة وواضحة إلى الكرد لفك ارتباطهم بالأمريكيين والتنسيق مع الجيش السوري لمواجهة ما وصفته بالعدوان التركي. تشهد المحافظات الشرقية من سوريا نشاطا فاعلا للعشائر العربية التي أصدرت بيانات متعددة تشدد فيها على وحدة تراب البلاد، وعلى أن الجيش السوري هو الضامن الوحيد لسلامة الأرض السورية ووحدتها. كان اجتماع المجلس قبيل الطي، والنقطة الأساسية هو إدانة الاجتياح التركي للأراضي السورية ومدينة عفرين. لهذا الاجتياح مرفوض جملة وتفصيل، لأنه مرتبط بأجندة خارجية، مرتبط بحلم أردوغان بإعادة السلطنة العثمانية لهذه المنطقة. وتزامنا مع الإعلان الأمريكي بتأسيس قوة لحماية الحدود بعيدا عن التنسيق مع الجانب الحكومي وما تمثله هذه الخطوة من خطورة على وحدة التراب السوري، إضافة إلى استغلال تركيا ذلك لشن عدوانها على مدينة عفرين، دعت قبيلة طي أبناءها المنخرطين في صفوف وحدات حماية الشعب الكردية للانسحاب منها، مشيرة إلى أن هذه الوحدات كانت تقاتل الإرهاب، أما اليوم فقد باتت ورقة بيد الأمريكي بحسب بيان القبيلة. أنا أقول باسم عشائر وقبائل محافظة الحسكة، نستنكر أشد الاستنكار الغزو التركي لمدينة عفرين، لأن عفرين أرض عربية سورية. نستنكر بشدة مجلس قبيل الطي دخول القوات الأردوغانية العثمانية إلى مدينة عفرين العربية السورية بكل مكوناتها. القبيلة دعت أبنائها كذلك إلى الانخراط في صفوف الجيش السوري والقوات الرديفة لحماية البلاد واستقرارها، كما عبرت عن تأييدها لمؤتمر سوتشي للحوار الوطني، ووجهت الشكر إلى روسيا وإيران والمقاومة لدورهم الفاعل في محاربة الإرهاب بالتنسيق مع الدولة السورية. العشائر والقبائل العربية في معظمها لا تساوم على الولاء للدولة السورية، وتعلن دائما الاستعداد للقتال معها وإلى جانبها ضد أي مخططات تريد تقسيم البلاد أو إطالة أمد الحرب فيها. من جهتها أعلنت جماعة الأخوان المسلمين في سوريا تأييدها لعملية غصن الزيتون في عفرين،
وأكدت في بيان دعمها لمشاركة الفصائل ضد من وصفتها بالتنظيمات الإرهابية ذات المشاريع الانفصالية في الشمال السوري، ودعت إلى مواجهتها قائلة إنها تدعم حق تركيا في اتخاذ الخطوات اللازمة للدفاع عن أمنها القومي بحسب البيان، وأكدت رفضها استخدام التنظيمات أبناء الشعب الكردي درعا بشرية للتغطية على جرائمها وفق ما ورد في البيان. في المقابل تواصلت التظاهرات الكردية في العديد من الدول، حيث رفعت اللافتات الداعية إلى وقف الهجوم التركي على عفرين والمنددة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تقرير بيسان طراف. الموت للطورانية التركية والمجد لعفرين، كوباني كانت مقبرة داعش وعفرين ستكون مقبرة إردوغان. بعض من شعارات رفعها كرد سوريا في القمشلي وعين عيسى شمالية سوريا تنديدا بالهجوم التركي على مدينة عفرين، إضافة إلى شعارات ترى أن استهداف عفرين يعني اعتداء على كل الشرائح السورية. وندد المتظاهرون بكل من يحاول العبث بأمن الشمال السوري واستقراره، ووجهوا رسالة استنكار لكل من يلعب على وتر الطائفية. تخلت مصالحها من مصالحها، ولكن مع الأسف احنا كشعب سوري لنا إلا سبحانه وتعالى إلا تضامننا وتكاتفنا عربا وكردا وأرمن ومسيحيين، هذا هو تضامننا، هو الوحيد خلاصنا من الإرهاب ومن إرهاب أردوغان. أصداء الهجوم التركي على عفرين بقيت تتردد في عدة عواصم ولا سيما الأوروبية منها، ففي ألمانيا جابت التظاهرات والمسيرات الغاضبة شوارع العاصمة برلين ومدينة كولونيا غرب البلاد، ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالهمجية والإرهاب التركيين بحسب تعبيرهم، ووصف المتظاهرون الكرد الرئيس أردوغان بالإرهابي وقاتل الأطفال، داعين إلى الصمود والمقاومة دفاعا عن عفرين. نحن وأيضا شعبنا نجد أنفسنا تحت الهجوم من الجهات كافة، لكننا مصممون، ورجالنا ونساؤنا يحاربون بعزم من أجل الحرية ضد البربرية. بالديكتاتور صدحت الحناجر بأعلى الأصوات في هولندا، وصفة الرئيس التركي بقاتل الأطفال أيضا، مع مطالبة هولندا بحماية أطفال عفرين من نيران وقذائف القوات التركية المهاجمة. على خط آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاستراتيجية الأمريكية في سوريا تهدف لتفتيت البلاد. الخارجية الروسية أكدت أن لافروف سوف يشارك في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، مشيرة إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى 1600 سوري للمشاركة في مؤتمر سوتشي يومي 29 و30 من كانون 2 يناير. إلى فيينا، حيث استؤنفت المشاورات حول الأزمة السورية، وقد عقد الوفد الحكومي السوري المشارك في محادثات فيينا برئاسة بشار الجعفري اجتماعا مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية. مصادر أممية وأوساط المعارضة في العاصمة النمساوية أكدوا للميادين أن هدف الجولة هو الاطلاع على الموقف السوري الحكومي بما يعزز مسار جنيف وما يمكن أن يقدمه هذا الوفد لتشجيع كل من المبعوث الأممي والمعارضة على المشاركة في مؤتمر سوتشي. رئيس هيئة المفاوضات السورية المعارضة نصر الحريري كان قد أعلن أن الهيئة ستتخذ قرارها بشأن المشاركة في مؤتمر سوتشي في ختام اجتماع فيينا، وجدد مطلب المعارضة من أن الهدف من الحوار هو تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة. لدينا الرغبة الحقيقية في تطبيق بيان جنيف 1 والقرار الدولي 2254 بما ضم من أفكار رئيسية تتلخص بمرحلة انتقالية تقودها هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وبما فيها الوصول إلى دستور جديد يقره السوريون، وإلى عملية انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة، مع التركيز في هذه الجولة على القضايا الدستورية. وينضم إلينا من فيينا مراسل ميادين موسى عاصي. أهلا بك موسى. إذا استؤنفت المشاورات حول الأزمة السورية اليوم، ضعنا في صورة آخر التطورات الحاصلة لديك في فيينا.
قبل دقائق انتهت الجلسة الأولى بين الفريق أو الوفد الحكومي السوري والفريق الأممي برئاسة ستيفاني مستورة، وننتظر خروج رئيس الوفد بشار جعفري. ربما يكون لديه تصريح أو بعض الكلمات يقولها للصحفيين، ولكن بالعام هذه الجولة التي ستستمر يومين فقط هي ليست لبحث الملف السوري كما كان يبحث في جنيف، أي البنود المتعلقة بالدستور والانتخابات والسلات الأربعة التابعة ستيفاني مستورة. الهدف الحقيقي منه رغم اعلان ستيفاني مستورة انه سيبحث بندي الانتخابات والدستور، ولكن الهدف الحقيقي من هذه الجوله هو الاطلاع من الوفد الحكومي السوري او الحصول من الوفد الحكومي السوري على ما يمكن من يعني تنازلات او بعض المكاسب لصالح الامم المتحده، خصوصا على مستوى المفاوضات المباشره ربما لاحقا في جنيف. هذا طبعا مقابل مشاركة الأمم المتحدة والمعارضة وبعض الدول الغربية التي اجتمعت الثلاثاء الماضي في باريس في مؤتمر سوتشي. إذن المحك هنا مسألة مؤتمر سوتشي وليس المفاوضات كما تعودنا عليها في جنيف. هناك بحث دقيق مع الحكومة السورية، ما إذا كان هناك تنازلات على مستوى المفاوضات المباشرة، ولكن بحسب ما فهمنا من أوساط المعارضة السورية موافقة الأمم المتحدة على المشاركة بمؤتمر سوتشي وموافقة استطراد الموافقة المعارضة أيضا بالمشاركة في هذا المؤتمر لا يعني تقديم تنازلات من قبل الوفد المعارض على مستوى البيان، بيان الرياض 2 الذي صدر قبل شهرين في اجتماع المعارضة في الرياض وتضمن كما نذكر بندين شرطين مسبقين. البند الأول متعلق بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد قبل البدء بالعملية السياسية، والبند الثاني انسحاب القوات الإيرانية من سوريا. إذن الشرط للمشاركة في مؤتمر سوتشي من قبل الأمم المتحدة والمجموعة الغربية التي اجتمعت في باريس والمعارضة السورية هو الحصول على مكاسب في مسار المفاوضات مسار جنيف. نعم، أشكرك كل الشكر موسى عاصي مراسل ميادين، كنت معنا من فيينا. أنقذ غزة حملة أطلقها مؤتمر المؤسسات الخيرية في القطاع لتحريك العالم لرفع الحصار الإسرائيلي وتأمين أبسط مستلزمات الحياة للأهالي. رئيس تجمع المؤسسات الخيرية أحمد الكرد أعلن أن غزة منطقة منكوبة إنسانيا، وقال أن 95% من المياه غير صالحة للشرب بسبب التلوث وتوقف المضخات نتيجة انقطاع الكهرباء، وأن 5000 منزل دمرت في العدوان الإسرائيلي لم يتم بناء بديل عنها بسبب منع الاحتلال إدخال مواد البناء. ونعلن عن انطلاق حملة أنقذوا غزة، أنقذوا غزة، أنقذوا غزة، للعمل على تحريك العالم لتوفير الاحتياجات الأساسية لما يزيد عن مليوني محاصر في قطاع غزة الذي بات الآن. ونعلن أن غزة منطقة منكوبة إنسانيا. الكرد أكد أن 40% من أطفال غزة هم بحاجة لرعاية الصحية، وقال أن العديد من المواطنين توفوا نتيجة نقص الأدوية وعدم إمكانية السفر إلى الخارج للعلاج. نفاذ ما يقرب من 230 صنفا من الأدوية لا تجد في المستشفيات أبسط المستلزمات الطبية والأدوية، تعطل مئات الأجهزة الطبية المهمة بسبب منع سلطات الاحتلال من إدخال قطع الغيار للصيانة، 13,000 مصاب بالسرطان يحتاجون للعلاج أو السفر للخارج لتلقي العلاج. والوقوف عند هذا الموضوع، ينضم إلينا من غزة المستشار الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عدنان أبو حسن. أهلا بك أستاذ عدنان. يعني في ظل إعلان غزة منطقة منكوبة بهذا الشكل، أوضاع إنسانية مأساوية في قطاع غزة، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذ يعني إنقاذ الغزيين وأيضا للتخفيف من معاناتهم؟ بالحقيقة نحن كنا قد حذرنا في تقرير أممي صدر في 2012 بأن غزة بناء على دراسات
قامت بها أكثر من 10 منظمات أممية على رأسها الأونروا ولن تكون صالحة للحياة في عام 2020. ويبدو أن الأمور تتسارع بصورة دراماتيكية في قطاع غزة. فعلا كما قالوا اليوم في الجمعيات الخيرية، يعني 99% من مياه غزة غير صالحة للشرب، يتم تلبيس مياه البحر، لا أحد يخرج ولا يدخل من غزة إلا في حالات نادرة، التطبير ممنوع، البطالة 46%، انهيار القطاع الصحي تماما في الحكومة في قطاع غزة. لذلك نجد أن هناك عشرات الآلاف من المرضى يتجهون إلى عيادات في الأونر، وهذا ملحوظ. أنا أعتقد أن مشكلة غزة بالأساس هي مشكلة الحصار. بدون أن يرفع الحصار بصورة كاملة عن قطاع غزة ستبقى كل الحلول حلول ترقيعية هنا وهناك. الطاقة تأتي لمدة 3 أو 4 ساعات، إذا جاءت 6 ساعات في اليوم تصبح حلما وعيدا وأحد أسباب للبهجة. بدون طاقة لا تنمية، لا اقتصاد. بدون تصدير، يعني أي مكان في العالم يمنع التصدير منه يصبح مجتمع ويلفير، يعني يصبح مجتمع يعتمد على المساعدات الغذائية. 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على مساعدات غذائية، معظمها تأتي من الأونروا. عدد من خرج من غزة العام الماضي 9600 شخص، وهذا يعني أن لكل غزي فرصة لمغادرة قطاع غزة كل 200 عام مرة واحدة. هناك صورة مأساوية خطيرة تتدهور باستمرار ولها نتائج على المستوى الاقتصادي والسياسي حتى في وجهات نظر السكان، وأيضا على المستوى الاجتماعي، حالات طلاق، مخدرات، ما إلى ذلك. كل هذه الأسباب تؤدي في النهاية أن يكون مجتمع متفجر وعنيف، وهذا خطر جدا جدا في أعتقد في الأسابيع وفي الشهور القادمة، لا أتحدث عن سنوات. نعم، طيب يعني إلى أي مدى المنظمات الدولية يمكن أن تضغط ربما لفك هذا الحصار، ويمكن أن يكون لها دور فاعل لإنهاء معاناة الغزيين؟ يعني المشكلة الكبرى الآن بالنسبة لنا كأونروا، ونحن العنوان الرئيسي لمساعدة الناس والتشغيل وما إلى ذلك، هي التقليصات الأمريكية التي حدثت في المساعدات التي تقدم للأونروا. الولايات المتحدة الأمريكية تقدم لنا سنويا 350 مليون دولار، أعطتنا فقط 60 مليون، أي أن هناك عجز بحوالي 290 مليون دولار بالإضافة لعجز منظور ب 150 مليون دولار. إذا الحديث يدور عن مئات ملايين الدولارات. إذا لك أن تتخيل سيدتي أن كل هذه المنظومة الرئيسية لتقديم الخدمات قد تتعرض للانهيار، قد يشوبها خلل كبير. يضاف إلى ذلك الأوضاع المأساوية التي تحدث عنها التقرير. نحن أمام حالة مأساوية لم يسبق لها مثيل، غير مسبوقة على الإطلاق في الطريق إلى قطاع غزة، أو هي في تفاعل الآن للأوضاع في قطاع غزة. إذا أصاب عملنا في الأونروا، ونحن مصدر رئيسي لتزويد مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة بالمواد الغذائية، 460 ألف منهم لا يستطيعون أن يوفروا وجبتين في اليوم لأبنائهم. لذلك قدرات المنظمات الدولية أنا أعتقد أنها ستكون محدودة في الفترة القادمة بسبب العجز المالي الضخم الذي تعاني منه أكبر منظمة أممية في الشرق الأوسط، وهي منظمة الأونروا. وبالذات يعني غزة تستهلك 40% من ميزانية الأونروا، رغم أننا نعمل في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية، إلا أن غزة هي بؤرة الأزمة الإنسانية. إذا أرادوا للأونروا وغيرها من المنظمات الأممية أن تنجح، لا حل على الإطلاق إلا إنهاء حصار قطاع غزة. طيب من يتحمل هؤلاء الناس أحياء؟ من يتحمل المسؤولية؟ ألا يمكن الاستعاضة عن الدعم الأمريكي بربما يعني بدعم آخر من دول أخرى؟ يعني هذا ما قمنا به نحن الآن، نوسع قاعدة المانحين. أطلقنا حملة يوم الاثنين الماضي لجلب الدعم، نستهدف القطاع الخاص، الفلسطينيين في الشتات، الدول العربية، كل من يؤمن بالعمل الإسلامي. هناك اتصالات مع البنك الإسلامي للتنمية، هناك اتصالات مع البنك الدولي، كل هذه الأمور نحن نقوم بها الآن. ولكن في حال لا سمح الله لم ننجح، يعني لدينا فقط نحن نريد 500 مليون دولار لمواصلة العمليات وعدم وقف الخدمات ودفع الرواتب. 5.3 مليون لاجئ فلسطيني يستفيدون من خدماتنا، منهم 500,000 في مدارس الأونروا، 1.7 مليون يتلقون منا مساعدات غذائية مباشرة، وهكذا.
يعني نأمل ونطمح في ذلك، ولكن في نفس الوقت نحن نريد من الدول العربية أن ترفع سقف مساهماتها إلى ما قررته جامعة الدول العربية وهي 8% من ميزانية الأونروا. العرب يدفعون لنا 3 أو 4% فقط مع الاحترام لدول السعودية والإمارات والكويت، ولكن لك أن تتخيلي أن بعض الدول تعطينا في العام 18,000 دولار، وبعضها يعطينا 50,000 دولار، وبعضها يعطينا 70,000 دولار، وهكذا لا يعقل على الإطلاق. نحن نخدم 5.3 مليون لاجئ فلسطيني في المنطقة. تقويضنا يقول أن نظل نقدم لهم هذه الخدمات إلى أن تحل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا، وبعد ذلك لا لزوم لا للأونروا ولا غيرها. أشكرك كل الشكر أستاذ عدنان أبو حسن، وأنت المستشار الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، كنت معنا من قطاع غزة. إلى ذلك ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي دخلت مدينة جنين وتطوق الآن مكان منفذي ما سمتها عملية حفاد جلعاد التي أدت إلى مقتل حاخام إسرائيلي. قوات الاحتلال كانت قد شنت فجراً عمليات دهم واسعة في الضفة الغربية اعتقلت خلالها 14 فلسطينياً. من تفخيخ ملعب بيروت وحتى الوحدات الخاصة، تفاصيل تكشفها فصول كتاب أعده الصحفي الإسرائيلي رونين بريغمان عن محاولات إسرائيلية عديدة لاغتيال الرئيس الفلسطيني راحل ياسر عرفات. تقرير من الإسماعيل. قنابل في استاد بيروت، إسقاط طائرة وقوة خاصة لتنفيذ المهمة تدعى السمك المالح، هي بعض مما جاء في كتاب الصحفي الإسرائيلي رونين بريغمان اسبقه واقتله التاريخ السري للاغتيالات الإسرائيلية، الذي يوثق محاولات وكواليس الخطط التي أعدتها الأجهزة الأمنية ووزير الأمن الإسرائيلي حينها أرييل شارون لاغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. الكتاب يتناول فترة ما قبل حرب لبنان الأولى مباشرة وخلالها وبعدها أيضا. لقد قال لي السكرتير العسكري لشارون حينها إن تلك الحرب التي وافق عليها بيغن وشارون كان لها هدفان أساسيان، تدمير البنية التحتية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقتل عرفات. بريغمان عرض في كتابه محاولات الموساد المتكررة لاغتيال عرفات التي توقف بعضها قبل دقائق من التنفيذ. كان هناك حادثة أرادوا فيها تفجير المكان الذي كان فيه عرفات في مبنى ملعب بيروت، وهي مهمة أصر رئيس الأركان حينها رافائيل إيتان على تنفيذها بالرغم من التحذير من أنها ستؤدي إلى قتل الكثير من الأشخاص، لكن العملية ألغيت في النهاية. وهناك حادثة أخرى حيث وافق شارون بعد الحرب كوزير للأمن على عملية إسقاط طائرات يعرف أن عرفات على متنها، وهكذا أعطيت أوامر لإسقاط طائرة كانت في طريقها إلى القاهرة، لكن في اللحظة الأخيرة اتضح أن أخاه فتحي هو من كان على متنها مع 30 طفلا مصابا من مجزرة صبرا وشتيلة، فألغيت العملية. الصحفي الإسرائيلي قال إن المسؤولين الإسرائيليين كانوا يعيشون حينها مع هاجس يدعى ياسر عرفات، لذلك جهدوا وبوسائل عديدة لاغتياله. الكتاب يتحدث عن أشخاص كانوا يعيشون مع هاجس قتل عرفات. عاموس جيلبوع رئيس قسم البحوث في أمان حينها قال لي العبارة التالية: شارون وإيتان ماتا لقتل عرفات. بريغمان لخصت دوافع الإسرائيلية لاغتيال عرفات بالقول إن المسألة جزء من مفهوم يقول إذا قتلت الزعيم تغير التاريخ، لكن عرفات وفق ما قال له مسؤول إسرائيلي ليس الزعيم فقط بل هو أبو الأمة الفلسطينية، وإذا قتلته إسرائيل فإن ذلك سيؤدي إلى نزاعات داخلية بين الفلسطينيين، لذلك كان من الصواب برأي المسؤول الإسرائيلي قتل عرفات. قتل يبدو أنه حصل بتأخير عقدين تقريبا على يد شارون نفسه عندما استشهد عرفات مسموما في مقره في رام الله في 22 نوفمبر عام 2004.
أكد عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان أن حقوق الإنسان في البحرين متدهورة بشكل كبير. وفي مؤتمر صحفي في بيروت حمل عنوان البحرين والمخاطر والمجازفات المتسارعة، قال السلمان للميادين أنه في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعت الشروط التي كان قد وضعها سلفه باراك أوباما والتي تمثلت في تحسن حقوق الإنسان قبل عقد بيع طائرات F-16. بلا شك هناك تدهور خطير جدا في حقوق الإنسان، وللأسف الشديد حلفاء البحرين لم يضغطوا على البحرين لإيقاف هذه الانتهاكات بصورة فعالة، وبالخصوص إذا رأينا التغير الذي حدث في منذ قدوم الرئيس الأمريكي ترامب. رأينا أن هناك حالة شعور لدى حكومة البحرين أن باستطاعتها أن تقدم على المحاكمات العسكرية، على القتل خارج القانون، على مختلف الانتهاكات لمعاهداتها الدولية لحقوق الإنسان، ولن تتلقى الإدانة الكافية من الإدارة الأمريكية. والدليل على ذلك أن الإدارة الأمريكية في عهد أوباما اشترطت شروط لإمضاء عقد لبيع طائرات F-16، ولكن هذه الشروط رفعت في عهد ترامب. في عهد أوباما كان يشترط أن تتحسن أوضاع حقوق الإنسان، ولكن الآن نراها ارتفعت. من جهته قال رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب هو سجين سياسي ويتم التعامل معه من قبل السلطات البحرينية كعدو أبدي. وقال أن هناك أساليب جديدة تستخدم ضد رجب لتخويفه ومضايقته، مؤكدا أن المنظمة تلقت تقارير مقلقة تؤكد أنه في خطر بسبب نقص الرعاية الصحية التي يتلقاها. هناك قضايا متعددة تتعلق بموضوع نبيل رجب، أولها اعتقاله الذي نعده اعتباطيا، والمحاكمة التي ليست عادلة، وظروف الاحتجاز التي تسبب إشكالية لصحته وأمنه. نحن مقتنعون بأن حياته في خطر، ولهذا السبب نطالب بالوصول إلى ملفه الطبي ليراجعه الأطباء موضوعيا، لعل رجب يستعيد جزءا من الحقوق التي يستحقها. إلى ليبيا، حيث شيع سكان مدينة بنغازي شرق البلاد ضحايا التفجير المزدوج الذي وقع أمام مسجد بيعة الرضوان في منطقة السليماني. حصيلة التفجير بلغت 41 شهيدا وعشرات الجرحى، وقد أودى الاعتداء بحياة آمر وحدة القبض والتحري أحمد الفيتوري، وأصيب نائب رئيس جهاز المخابرات العميد المهدي الفلاح. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء. إلى ذلك، رأى رئيس تحالف القوى الوطنية في ليبيا محمود جبريل أن الصراع في البلاد يتمحور حول المال للسلطة. وفي حديث لبرنامج لعبة الأمم قال جبريل أن المبعوث الأممي غسان سلامة يتعرض لضغوط دولية من أجل إفشال خطته. غسان للأسف أنا أعتقد أنه هو يتعرض لبعض ضغوط لن تمكنه من أنه هو يستمر في خطته كما هو يريد. ضغوط من بعض دول يعني أرى مثلا، أنا لا أستطيع أن أؤكد أي دولة بالضبط، لكن المؤشرات تدل أن كان هناك توجه إلى مؤتمر جامع يعقد في فبراير. الآن بدأ الحديث أن هذا المؤتمر أجل، يبي يحط بداله إيش؟ حكومة وحدة وطنية. حكومة وحدة وطنية كنت أتمنى أن يكون التوجه أن هذه الحكومة تكون حكومة تكنوقراط، حكومة أزمة ببرنامج عمل محدد يخرج البلد من أزمتها العاجلة. جبريل قال أن هناك دولا تدفع لإبقاء رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في منصبه، مشيرا إلى أن توزيع الحقائب الوزارية يتم على أساس إرضاء أكبر عدد ممكن من أعضاء مجلس النواب في الصفقات الفردية. لما يطرح تعديل للحكومة، الآن احنا عندنا عدد محدود من الوزراء، الآن الحديث على حكومة موسعة من 30 إلى 35 إذا كان هذه الشائعات حقيقة. يعني الهدف الحقيقي هو إرضاء أكبر عدد ممكن من أعضاء مجلس النواب في صفقات فردية. هذا من الجنوب، هذا من الشرق، هذا من الوسط، هذا أعطيه وزير، هذا أعطيه وكيل وزارة. يا سيدي، إذا كان إحنا بعدد محدود وزراء وحصل هذا الإهدار للمال العام وهذا النزيف، لما يزداد عدد الوزراء ماذا يتبقى من مال الليبيين؟ أنا وجهة نظري إذا كان فعلا هناك توجه أن يستمر السيد السراج في هذه الحكومة، أن يبدأ بخطة عمل حقيقية لإخراجنا من هذه المصيبة يتم التوافق عليها، وبعدين يأتي بمن يأتي. والآن إلى فقرة الاقتصاد مع زميل عبد الله ظاهر.
مرحبا عبد الله. مساء الخير وفاء. تفضل. شكرا. مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى موجز الاقتصاد في الظهيرة، حيث بعث رؤساء 21 وكالة إغاثة إنسانية برسالة إلى الإدارة الأمريكية للاعتراض على قرار بتعليق 65 مليون دولار من المساهمات الأمريكية المقررة لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وقالت الرسالة إن وكالات الإغاثة تشعر بقلق عميق إزاء العواقب الإنسانية لهذا القرار الذي يؤدي إلى تراجع حجم المساعدات الضرورية للحياة بالنسبة إلى الأطفال والنساء في كل من الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية وقطاع غزة. أوعز الملك الأردني عبد الله الثاني بوقف العمل بقرار زيادة الضريبة العامة على مبيعات الأدوية وفق ما أفادت به وكالة بترا. ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ التوجيه الملكي. وزارة المالية الأردنية من جهتها بدأت بصرف قيمة الدعم عن العام الحالي كاملا لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وستبدأ اليوم بتحويل مخصصات الدعم للعاملين والمتقاعدين تباعا. دعم الزراعة في سوريا عنوان اجتماع بين منظمة الفاو ووزارة الزراعة السورية بهدف ترسيخ التعاون والتنسيق. الاجتماع عقد في العاصمة دمشق وجرى خلاله تقييم خطط المساعدات العاجلة واقتراح خطة مساعدات للعام الحالي، إضافة إلى عرض مقترحات وزارة الزراعة لدعم المناطق المحررة في دير الزور، حلب، ريف دمشق والرقة. خلال العام الماضي طبعا من بمجال المنح الإنتاجية الزراعية استفادت 126,700 أسرة. طبعا دور المنظمات الدولية دور مساعد، الدور الأول والأخير تقوم به الحكومة. هذا الاجتماع هام جدا لأن وزير الزراعة يرأسه، ولأنه يجمع جميع الجهات المعنية بالنهوض بهذا القطاع الحيوي في سوريا. نرى أن الوضع في عام 2018 يسير باتجاه التحسن والاستقرار، لذلك سنساعد المزارعين الذين هجروا أراضيهم على العودة إليها واستصلاحها. أطلق مشغلون فلسطينيون خدمة الجيل الثالث للهاتف المحمول في الضفة الغربية في محاولة منهم لتقليص الفجوة التكنولوجية مع إسرائيل. وكان الاحتلال يمنع تشغيل شبكات محلية للجيل الثالث، إلا أن شركتين فلسطينيتين ستتنافسان مع شركات إسرائيلية لخدمات الهاتف المحمول العالية السرعة، برغم أنها تعمل من دون تراخيص في الضفة الغربية. وقدر البنك الدولي في تقرير أصدره عام 2016 أن شركات المحمول الفلسطينية فقدت إيرادات محتملة تراوح بين 436 مليون دولار ومليار و500 ألف دولار بسبب القيود الإسرائيلية. ستنفذ شركة أبل وعدها بالسماح للمستخدمين بوقف تشغيل خاصية مثيرة للجدل تبطئ أجهزة آيفون عندما توشك البطاريات أن تنفذ، وهو ما يدفع ملايين المستهلكين إلى استبدال هواتفهم سنويا بهواتف جديدة. وتواجه الشركة دعاوى قانونية بسبب برمجيتها التي تبطئ الهواتف القديمة أو تلك التي تراجعت كفاءة عمل بطارياتها، ما دفع الشركة إلى التأكيد أنها ستصدر تحديثا للبرمجيات يسمح للمستخدمين بوقف تشغيل تلك الخاصية. نكتفي بهذه الأخبار الاقتصادية في الظهيرة. نشكر لكم حسن المتابعة. أعود إليك وفاء. شكرا لك عبد الله. أعلن باحثون من الصين أنهم استنسخوا للمرة الأولى على مستوى العالم قردة بالطريقة نفسها التي استنسخت بها النعجة دولي قبل نحو 22 عاما. إنهما شقيقا النعجة دولي من الاستنساخ. لأول مرة على مستوى العالم هذان القردان يثبتان نجاح تجربة الاستنساخ بالطريقة نفسها التي استنسخت بها النعجة دولي قبل نحو عقدين من الزمن. إن استنساخ مثل هذه النماذج غير البشرية سوف يقدم نموذجا حيويا جيدا لدراسة الأمراض البشرية والصحية، وهو بحث علمي من الأهمية الرائدة التي أدلى بها العلماء الصينيون. ف
فريق الباحثين استخدم آلية موسعة لطريقة دولي، حيث أعدوا جدائل الحمض النووي بشكل يسمح بنقلها فيما بعد إلى البويضة. لكن التجارب التي أجراها الباحثون على نوايا خلايا قردة بالغة فشلت رغم ذلك. الباحثون حققوا نجاحا مع نحو 100 جنين اعتمدت على المجموع الوراثي لأجنة حية لقردة نتج عنها ولادة هذين القردين، الأول عمره 40 يوما والثاني 50. الخطوة المهمة والنوعية في مجال الاستنساخ فتحت التساؤلات عما إذا كانت الطريق ستكون سالكة نحو تطبيق التجارب على البشر لاحقا. المجلس الاسكتلندي لأخلاقيات علم الإنسان وفي تصريحات لصحيفة التلغراف البريطانية أكد أن هناك مخاطر فعلية من أن تجري عمليات استنساخ فقط لتحقيق رغبات القائمين عليها، مضيفا أنه لن يمكن استنساخ إنسان موجود أو تعويض شخص توفي فقط لأن والديه يريدان نسخة منه. الآن مباشرة إلى زميل عبير الذوادي وآخر الأخبار الرياضية، إليك عبير. شكرا لك وفاء. أهلا بكم. الزمالك يفرط بفرصة التقدم إلى المركز الثالث ويسقط للمرة السادسة هذا الموسم بعد خسارته أمام المصري البورسعيدي بهدف وحيد على ملعب الجيش في برج العرب. إسلام عيسى منح فريقه هدف الفوز في الدقيقة 61 ليرتفع رصيد المصري إلى 37 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 32 في المركز الخامس. منتخب لبنان لكرة الصالة يتعادل وديا مع ضيفه الماليزي قبل أيام على مشاركته في كأس آسيا التي تستضيفها تايوان. بهدفين لمثلهما انتهى اللقاء الودي بين الطرفين. هدف منتخب الأرز وقعهما محمد أبو زيد وكريم أبو زيد. النتيجة لا تعكس هوية اللبنانيين لكون مدربهم الإيراني دفع بلاعبي الاحتياط في غالبية الأوقات من أجل الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين للاستحقاق الآسيوي. التحضيرات كثير منيحه، وضع المنتخب كثير منيح. طبعا احنا شفناه بالبطولات يعني بالمسابقات السابقه كان عم بيأدي اداء كثير منيح، وعندنا امل كبير انه نعمل شيء بآسيا رغم الظروف الصعبه اللي يعني في بعض المنتخبات اللي راح نواجهها مستواها عالي جدا وإلى تاريخها، ولكن طبعا احنا نامل انه يعني يحقق شيء منتخب لبنان. اليوم كان الكوتش عم بجرب اللعيبه كرمال يعطي الليسته للفينال تبعيته، فكان فرصة لهاللاعبين يمكن يفرجوا شو عندهم آخر شيء، وكرمال هيك يمكن النتيجة كانت 2-2، بس بنفس الوقت نحن بين قد ايه بأول متوشتين كيف نحن مستوانا صار أعلى، وإن شاء الله هيدا الشيء بنأكده بآسيا. أرسنال يضرب موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بعد إقصائه تشيلسي من الدوري نصف النهائي في ديربي لندن. على وقع انتقال نجم أرسنال أليكسيس سانشيز إلى اليونايتد، استضاف المدفعجية البلوز في ملعب الإمارات بعد تعادل ذهابا من دون أهداف. البداية كانت صعبة على رجال المدرب الفرنسي أرسن فينجر حيث تلقت شباكهم هدفا عبر إيدن هازارد، لكن الحظ حلف أرسنال بعدما اصطدمت الكرة بمدافع تشيلسي أنطونيو روديغير وسكنت شباك فريقه بالخطأ قبل أن يحرز السويسري غرانيت تشاكا هدف التأهل إلى الجانرز. الصفعات المحلية تنهال على ريال مدريد بعد خروجه من كأس إسبانيا بخسارته على أرضه أمام ليجانيس بهدفين مقابل هدف واحد في إياب ربع النهائي. موسم كارثي على الصعيد المحلي للفريق الملكي بعدما فقد حظوظه منطقيا بالمنافسة على لقب الدوري، فوقع خبر الخروج من الكأس كالصاعقة على جماهير الميرينجي. وبرغم فوزه ذهابا خارج الديار بهدف، تلقت شباك الريال هدفين عبر خافي إيراتسيو وجابريال أبلت، فيما سجل هدف الريال الوحيد الفرنسي كريم بنزيما.
النجم الهولندي المخضرم روبن فان بيرسي يشارك للمرة الأولى مع فينورد روتردام فور عودته من رحلة احترافية طويلة امتدت 13 عاما. فان بيرسي دخل قبل 9 دقائق على نهاية المباراة مع المضيف أوتريخت في ختام المرحلة 19 من الدوري الهولندي الذي انتهت بتعادل بهدف لمثله. فان بيرسي دخل بإعاز من المدرب جيوفاني فان بروكهورست الذي لعب إلى جواره مع أرسنال الإنجليزي. نهاية موجز أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، والآن عودة وإياكم إلى زميلة وفاء. شكرا لك يا عبير. أنا انتهت هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها. على وقع استمرار الاشتباكات بين القوات التركية والمقاتلين الكرد في محيط عفرين، تركيا توسع جبهة استهدافاتها شرقا وصولا إلى منبج. أنقرة لواشنطن إنشاء منطقة آمنة بدلا من عملية عفرين ليس خيارا، ويجب وقف دعم الإرهابيين لتجنب اشتباك أمريكي تركي في سوريا. انطلاق محادثات فيينا بلقاء بين جعفر وديمستورا، موسكو تتهم واشنطن بالعمل على تفتيت سوريا وتؤكد مشاركة 1600 في مؤتمر سوتشي. ونعلن أن غزة منطقة منكوبة إنسانيا. المؤسسات الخيرية في غزة تناشد العالم إنقاذ القطاع المحاصر وتؤكد أن الأطفال والمرضى معرضون للموت. وقوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين بعد حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية. وتابعتم في الظهيرة أيضا للمرة الأولى استنساخ قردين في الصين، تساؤلات حول إعادة التجربة مع البشر. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة. للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع الميادين على الإنترنت ميادين.net وبالإسبانية اسبانول دوت الميادين.net. المزيد على رأس الساعة، إلى اللقاء.